الحكومة الوزراء كلهم والتعديلات اللي كانت فيها كلها عبر الفضائح، كلها عبر الفضائح، ما كانش تعديل اللي كما كانوا تيكونوا التعديلات في السابق باش يجيبوا برنامج انقاذي، باش يجيبوا برنامج بديل، باش يجيبوا شي حاجه غنقدوا بها البلاد، باش نحروا ما تبقى من الاراضي، باش يجيبوا شي مشروع كبير اللي غيستافدوا منه الشعب المغربي. لا، كلها كانت بالفضائح، التعديل الاول، التعديل الثاني، التعديل الثالث. واش عباد الله توزير عنده اسبوع يشريو له الشكلاطه من الفلوس الحكومه؟ ماشي معقول، ماشي معقول. واش تا رئيس الحكومه عنده الحق ياخذ الصفقات من الوزاره؟ عمرها ما كانت عند شي رئيس حكومه. البطباعه ديالو اللي بسميتو خدات اموال ديال الشعب المغربي. البرنامج ديال الشوباني وسمي الله يغفر له بشوهه المغرب على المستوى الدولي، كل ذاك الاموال صرفوها بيناتهم. هذاك بوانو اللي تيقيل يغوت في البرلمان خوه دا صفقات ومعروفه وخرجات في الجرائد. فيما يسمى بحركه الاصلاح والتوحيد الله يسمح له حتى هما، اللي من الاساس ديالو اللي هي حركه دعويه خصها تقوم بالاصلاح والتوحيد وبتنميه الامن الروحي للمغاربه. زرع فينا الروح ديال الوطنيه والروح ديال الاسلام، وتعاون فقراء هذا البلد، وتعاون الناس حتى هي الناس ديالها خداو الصفقات وتوظفوا في المناصب الساميه عن طريق المحسوبيه والزبونيه والاطر والكفاءات اللي المغرب تيصغر بها، ومن فقراء هذا الوطن اعتقلوهم في سجن الساكي ودوزوا عام ونصف. عمرها ما كانت تاريخ المغرب. علاش؟ حيت ركبوا في تران. ساكن ما عندهمش باش يركبوا، ركبوا في تران لان تيدافعوا على المعطلين في المغرب كله. سعاد الاخوان فيهم وليداتنا من فاس اللي تعتقلوا، ولكن حزب الاستقلال عنده الشرف اللي وقفنا الى جانبهم ودعمناهم، تخرجوا ولله سالمين من السجن.